المحاضرة الماضية بلشنا نحكي عن الـ Regular Expression، أخذنا عليها أمثلة وشفنا كيف نحول بين الـ Regular Expression والـ Finite Automata، وكيف نحول من Finite Automata للـ Regular Expression. ناخذ شوية examples، أمثلة على الـ Regular Expression اليوم، بعدين حنبلش موضوع آخر موضوع عندي بالـ Regular Languages اللي هو الـ Regular Grammar. تمام، مين يعمل لي regular expression لهاي اللانجوج؟ L هي عبارة عن كل strings على صورة W اللي طولهم 2. تمام، طبعا هون قايل لي انه كل هاي اللانجوجز معرفة over الالفابت AB. يلا شباب، مين يعطيني regular expression لهاي اللانجوج؟ دكتور ممكن نحكي انه هسه دكتور سؤال، هسه السترينج كله شو بنعتبره؟ اي حرف يعني دبليو يعني عادي؟ دبليو يعني دبليو ممكن يكون مكون من اي مزيج من الاي والبي، بس اعطي معطيني عليه شرط. طيب الشرط انه طوله 2. A B start و concatenate A B start. طيب انت لو نمشي زي ما حكيت لنا، انت A B A or B قصدك ولا A B؟ تمام، A or B start. هيك؟ لا لا لا، A أو B خلاص، و A or B كمان. A or B concatenate A or B. اوكي تمام، هيك صح هيك غلط. هلا الـ A or B، خليني نجي على هاي اللي حكيتها اول، A or B star ايش بتسوي لي هاي؟ دكتور بالغلط حكيتها. بس هاي ايش بتسوي لي فعليا؟ يعني هي ايش اللانجوج بتمثلها؟ ضل يعيد A او B A او B B ايش كم مرة؟ A او B A يعني بيقدر يعمل A B star. هاي دكتور هاي بتعمل لي الفا اللانجوج، هاي بتعمل لي كل اللانجوجز، هاي بتعمل لي كل السترينجز اللي ممكن اطلعهم من الاي والبي. يعني هاي فيها على سبيل المثال لامدا، فيها اي لحالها، فيها بي لحالها، فيها اي بي، فيها بي اي الى اخره. كل الكومبينيشنز بين الاي والبي بقدر اكونهم من اي اور بي ستار، اللي هي الالفابت ستار كنا نحكي عنها قبل، اللي كل اللغات هي مجموعه جزئيه منها. تمام، هو هون لما يحكي لي W such that طول W يساوي 2، يعني كأنه عم بيحكي لي W فعليا belong للألفابت ستار، بس خد من الألفابت ستار هاي فقط اللي طوله W ايش تساوي؟ 2. حلو، فبالتالي انا هلأ بدي اوصف النمط تبع هاي اللانجوج اللي هو طول W يساوي 2. يعني فعليا هاي اللانجوج L اللي فيها W such that طول W يساوي 2، ايش فيها strings؟ ايش ال strings؟ ايش ال list of strings الموجودين عندي؟ لم A A مثلا A A B B A B B A B A و A A و B B، بس هاي اللانجوج. أنا هلأ مطلوب مني أعمل regular expression يوصفها، فزي ما حكى زميلكم A or B concatenate A or B، هاي بتعني إنه ممكن تبلش ب A أو B أول حرف، إما A أو B، والحرف الثاني A أو B. بتعني طول السترينجز هو 2، لأنه هاي هون فقط بقدر أخذ إما A أو B، وهون بقدر أخذ إما A أو B. بقدر أكون فقط هذول السترينجز من هذا الـ regular expression.
واضح؟ السؤال كان طالب أطلع regular expression يوصف لي هاي اللانجوج. طيب طيب مين عمل لي خمسة؟ دكتور أحكي عادي. A or B. طيب question five. A أو B. Concatenate A or B. Star. لا لا لسه لسه A or B A star. لأنه ممكن تكون لمدة. لمدة ما بتحسب. إيه بمية. هنا هون تقولي إنه at least طول string 2 يعني طول string 2 أو أكثر. أنا هون ضمنت إنه طوله 2 على الأقل. أكيد تكون هون 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 هاي ممكن تعطيني لامدا أو تعطيني A لحالها زي ما عملنا مع بعض أو B لحالها. يعني على الأقل أعمل طوله 2 بعدين أزيد قد ما بدي من الكومبينيشنز تعيت الإيش الـ A والـ B. واضح شباب؟ واضح؟ في حد مش فاهم كيف بنكون regular expression من regular language؟ هاي regular language واصف لي إياها باستخدام set builder. طالب مني أكون لها regular expression. طيب سؤال ستة. دكتور ممكن تشوفه؟ بس هو بالنسبة له في الموال صح. كل دبليو أقل أو تساوي اثنين. يلا شباب مين جاوب لنا إياها؟ ستة. دكتور أنا بحكي لك. لمدا أور لمدا أور قوس كبير. A or B. concatenate or B. يعني هيك عمل. لا كمان or. كمان or. A or B. إيش؟ or A or B. يعني إيش أنت عملت؟ إما طول 0 وإما طول 1 وإما طول 2. إحنا بنحكي أقل أو تساوي 2. إما طولها 0 إما طولها 1 وإما طولها 2. هذا حل صح. إيه تاني مع الزر؟ مين أعطيني حل تاني؟ مين أعطيني حل تاني؟ زميلكم حلوا 100% صحيح بس في حل افضل. بينفع اخذ الكومبلمنت تاعت الكيو 5؟ الكومبلمنت تبع مين؟ السؤال الخامس. الخامس اكبر او تساوي؟ هاي مش كومبلمنت انا في عندي يساوي في الطرفين. يعني لو كانت هاي اكبر او تساوي هاي اقل اوكي بتقدر تحكي انها كومبلمنت لهاي. حتى ولو انت بدك تعملها regular expression وانا ما في عندي اشي اسمه complement بالregular expression. واضح؟ فانت بدك تعملها regular expression بدون ما تستخدم رمز الكومبلمنت. بس هي فعليا ستة complement لخمسة بس بدون اليساوي. بس anyways مين يعطيني طريقة ابسط؟ هون زميلكو فكر بطريقة 100% صح؟ حكى بما انه طول السترينج هي اقل او تساوي 2 معناته اما طول السترينج 0 فبالتالي لامدا او طول السترينج 1 فبالتالي A او B او طول السترينج 2 فبالتالي A or B concatenate A or B. دكتور A B A plus A or B star ونحدد انه اكبر شيء 2. ما بدك تحكي star وتحدد. لما تحكي ستار خلص طلع من عندك التحديد. الستار إلها معنى. دكتور البلس بتحدد. كيف؟ البلس بتحدد. البلس بتعمل أور بس. أور كمان. قصدك البلس. البلس كقوة يعني. كمان. هاي البلس كقوة معناها one or more.
يعني نفس ستار بس بدون لمدة. بس في عندي طريقة أسهل، يعني لاحظوا نفس الطريقة اللي أنت سويت فيها، إحنا بنحكي A أو B، أوكي، يعني بالتالي إما حاخد A أو B أو لمدة، كونكاتينيت مع A أو B أو لمدة. فهيك لو أخذت من هون لمدة وأخذت من هون A أو B هيصير عندي طول واحد، لو أخذت من الأولى لمدة والثانية لمدة هيطول زيرو، تمام؟ لو أخذت من الأولى A والثانية B مثلاً هيطول اثنين، واضح؟ يعني R1 و R2 equivalent، اثنين حيمثلوا لي نفس اللانجوج اللي هي question 6، واضح شباب؟ واضح اللي سوينا هون؟ في حد مش فاهم يا شباب؟ أنا بعطيك شغلات بسيطة عشان warming up، يعني هاي عشان تبلش تفكر صح كيف تعمل regular expression. في حد مو فاهم؟ نيجي على question 7. طول W يساوي 2K، K أكبر أو تساوي 0، يعني طول W زوجي. دكتور متحل؟ أوكي. لمدة. نحط فين بقى الإقرار؟ أنت شايف صور ما ينزل؟ or قبل طريق لا 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 كلهم ستار بوكس يظهر له بوتونز لا 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 على الايه على الايه بس على الايه يعني هاي هيك ستار تمام بي بي ستار كل كالتانية بي بي ستار اي بي ستار بي اي ستار نحطهم كلهم بقوس كبير تمام نحط ستار لا لا ممكن ممكن نحط ستار طيب تشوف الحل استاذ بينا صح ولا غلط لا ما تشرح بس اعمل ميوت بليز اوكي نشوف الحل صح ولا غلط هلا بيحكي انه اما اي اي او بي بي او اي بي ستار او بي اي ستار الكل ستار تمام طيب خلينا ناخذ على سبيل المثال نجرب لو اخذنا من هون مثلا اي اي ستار طيب لو اخذنا اي اي ستار هيعمل لي كرر لي اي اي قد ما بدي ولو اخذنا بي بي حكر لي اياها قد ما بدي واخذنا اي بي طب السؤال اللي يطرح نفسه تقدر تسوي لي اي A A B هاي اللغة تعيتك هل ال A 3 A B accepted بهاي ال L ولا لا قديش طول السترينج هاد قديش طوله هذا شباب أربعة صح والأربعة زوجي يعني هاد belong ل نسميها L7 هاد السترينج ال A A B belong ل L7 معرفة بهاي اللغة لكن هل بقدر اشتقه اشتق لي بتقدر تشتق لي من هاي الريجولار اكسبريشن انت حطه هون
هاي دكتور استقل يلا من الثاء من الاي اي ناخذ واحده اي اي من الاي بي واي بي اي اي الامارات نت ما بيقطعش يا باشا. رحت الوطن قبل كده احلى دكتور مش لازم يكون في اور بين كل اي اي وبي بي واي بي وبي اي برضه هيك بزبط وهيك بيعني ان انا ممكن اي اخذ بس واحده او اخذ منهم تنتين تمام تمام بزبط تمام انا ممكن اخذ واحده وباقي كلهم اخذهم لمدة او اخذ ثانيه او اخذ ثالثه بس انا ممكن اعبر عنها بطريقه ابسط يعني هيك اتوقع بتزبط مين يعطيني طريقه ابسط من هيك هاي اوكي يس بيمشي الحال حتى هون ما في داعي للاور لمدة لانه انا عندي ستار والستار اوردي لو اخذتها زيرو راح يعطيني لمدة فما لها داعي مين يعطيني طريقه ثانيه ابسط دكتور تفضل تفرجينا السؤال طول دبليو تساوي زوجي طول دبليو يساوي 2k حيث انه k اكبر او تساوي 0 لو اخذت k 0 يعني طول دبليو 0 اخذت k 1 يعني طول دبليو 2 4 6 8 هكذا فهو بده يحكي لي يعني انه W ممكن يكون أي مزيج من الـ A والـ B بس بشرط إنه الطول تبعه يكون زوجي هون زميلكم حلها بهذه الطريقة أوكي بس يعني في طريقة أبسط مين حل لنا اياها بطريقه ابسط يا شباب الو لو قلنا له A or B A or B مش هيك كانت تعمل لي طول 2 قبل شوي والكل ستار عملها كل ستار تمام هاي بتعطيني طول زوجي لانه من هون اجباري اما لازم اخذ A او B في كل مره في كل لفه بدي اخذ من هون A او B تمام يعني هاي لو فرطناها تقريبا بتطلع زي هاي يعني هاي لو فرطناها ايش حتساوي عندي شباب هاي لو انا عملت concatenation A or B concatenate A or B ايش بتعطيني يعني كأني عم بحكي له A B concatenate A B ايش بتعطيني A مع ال A A A or A مع ال B بتعطيني A B بعدين B مع ال A بعدين B مع ال B star هذا صح هذا صح هذا صح واضح يا شباب كلهم هيعطوني طول زوجي في حد مو فاهم يا شباب الاشي اللي بنشتغل فيه قاعدين هاي الصيغة نسميها regular expression عشان اعبر عن هاي اللانجوج هاي اللانجوج عملت لها description قلت هاي اللانجوج تتضمن كل السترينجز المكونين من الـ A والـ B وطولهم زوجي اعمل لي regular expression يمثلها تمام طب مين يعمل لي NFA أو DFA لها؟
كيو 0 طلع سهم لكيو 1 A or B بعدين دكتور برجع دكتور برجع عندها ب A B A or B تمام والكيو 0 عليها final اوكي بالضبط تمام اذا من كيو 0 لكيو 1 ب A B وبرجع ب A B من Q1 ل Q0 final exactly نفس الحل اللي سوينا احنا هون عبارة عن A or B concatenate A or B تمام star شوف التشابه بين التولز المختلفة هاي DFA هاي وهاي regular expression واثنين عبروا لي عن نفس اللانجوج تمام شباب طيب شوف اللي بعدها 8 طول W يساوي 2K زائد 1 مين حل لنا اياها دكتور نفسها بس نحط نفس تاعت سبعة دكتور بس منحط بلاس منحط أور سواء مين يجاوب واحد مين يجاوب واحد زي ما بدك دكتور عادي تفضل كنام احكي انت هلا اعطيني يلا نفس تاعت سبعة دكتور ايش كبير A or B A or B هيك يعني ايوه هاي تاعت سبعة ستار أور or A O B ايوه مين بيحكي انه هذا الجواب صح دكتور نسا انا بحكي هذا الجواب غلط دكتور مش or بينهم concatenate هيك صح concatenate أيوة. بينهم مش or هيك صار صحيح بمعنى اعملها زوجي وضيف عليها واحد يا جماعة الفردي هو عبارة عن زوجي زائد واحد تعريف الفردي هو عبارة عن زوجي زائد واحد بيطلع لي ايش رقم فردي خد اي رقم زوجي في الدنيا وضيف عليه واحد هلأ هاي بتطلع لي string الطول تاعه even ضيف عليه واحد تمام هيطلع ايش string الطول تبعه ايش odd واضح يا شباب واضح واضح دكتور طيب 9 دكتور ممكن سؤال سؤال 8 يس طب اذا كانت بدي بس واحده يا دكتور تمام تمام بيعمل واحده الاولى تمام تمام بعدين ام اي او بي هاي بيطلع لي ام اي وبيطلع لي بي 9 ستارت وذ اي بي سهله يلا مين عملنا اياها نحط اي بي كونكاتينيت اي بي ستارت اي او بي ستارت اي بي كونكاتينيت اي او بي ستارت A or B start صح لاحظ start with AB مباشرة بحط الاشي اللي ببلش فيه بعدين followed by anything anything مكون بين الA والB اللي هي A or B start هاي يعني anything أي string في الدنيا مكون من الA والB بس لازم إجباري يبدأ بإيش بAB طب 10 دكتور ممكن سؤال تفضلي. ممكن يختلف ممكن يعني ممكن تكون حلول كثيره ويكون تكون صح تكون صح ممكن طبعا ممكن ما في عندي حل واحد ممكن يكون عندي يعني مثلا حل. بس دكتور يعني حل
يعني حل أوكي. أبسط من حل تمام أوكي. يعني عندي حل أبسط من حل يعني هذه 9 يعني كل ما كان الريجولر اكسبريشن أقصر تمام مختصر أكتر بكون أفضل. طيب إذا استعرضت عن هذه قلت A B بعدين concatenation B star يصير صح؟ A B بعدين concatenation إيش؟ B star. آه بس هاي مش كاملة. آه يعني احتمال تكون فيها زوجي بعدين. لا مو هيك. لا أنت بتحكي عن 9 ولا 8 أي سؤال؟ 9 دكتور 9. سؤال 9 ما مش طالبين لا زوجي ولا فردي. يعني عادي. اللي طالبينه إحنا start with A B. صح؟ يعني بريفكس بريفكس A B بس انت هاي الجواب تبعك غير كامل يعني هون لو انا قلت لك على سبيل المثال السترينج A B A هل الريجولر اكسبريشن اللي انت سويتي هون بطلع لي A B A؟ لا هني بالحالة هذه لا اكيد لا. طب بس ال A B A belong لهاي اللانجوج صح؟ ال A B A start with A B معناته الريجولر اكسبريشن ما بيعبر عن هاي اللانجوج. الريجولر اكسبريشن اللي انت حطيتيه هو عباره عن start with a b and followed by zero or more b's بس. بس هاي start with a b followed by any combination من ال a وال b اللي بيعبر يعني النفس اللي كلهم موجودين مو بس واحده يعني. انا خصصت لما اعمل ريجولر اكسبريشن لازم بالضبط يعطيني السترينجز اللي بتطلع من اللغة لا أكثر ولا أقل. أوكي. بس أقل يعني في سترينجز أوريدي موجودين في اللغة بس ما بقدر أعبر عنهم بالريجولر إكسبريشن تبعك. هذا الريجولر إكسبريشن لا يعبر عن هاي اللانجوج. فالجواب بيكون يعني مش صحيح 100%. أوكي دكتور. تمام. طيب سؤال 10. String which is which the in which the second character is A. دكتور ممكن حلو؟ تفضل. A or B. Concatenate A. Concatenate A or B star. تاز أحسنت. شكرا. خير أبو الليل. أعطيك العافية. العافية. طلعوا شباب كيف؟ زميلكم حلها. قال منطق string in which the second character is A تمام معناته ال first character can be either A or B فأنا عشان أحكي A or B قلنا له A or B هاي مثلة ال first character هلأ ال second character أي واحد الثاني ثابت اللي هو A طيب إيش بعد الA ممكن يكون third fourth إلى آخره any combination ممكن يكون أي شيء وقلنا أي شيء بعبر عنه دائما بالA or B star واضح يا شباب واضح واضح دكتور طيب 11 strings that contains two consecutive a's ايش الريجولر اكسبريشن بعبر دكتور ممكن حلو تفضل a or b start a concatenate a or b start ممتاز A or B star A A concatenate A or B star yes. تمام هلأ لاحظوا ممكن يبدأ بأي شيء ممكن ينتهي بأي شيء المهم أنه يحتوي على A A وهذا الإشي اللي زميكو حكاه قال يبدأ بأي شيء يعني A or B star بعدين لازم يحتوي على A A بعدين ينتهي بأي شيء اللي هي A or B star هون لو أخذت أي string عشان يكون belong ال L of R لللانجوج تبع هذا الريجولر إكسبريشن تمام لازم يحتوي على ال A A يعني مين يعطيني strings تحتوي إن A A بعدين أي شيء قبل وأي شيء بعد ممكن يبدأ B A A
ممكن A B ممكن 3 A أي combination من ال A وال B بيحتوي على AA بعتبره belong لل L of R لل language تبع هذا regular expression اللي هو أنا واصفه هون. تمام؟ طب أعطيكم أنا language من عندي. L عبارة عن A to N B to N زائد واحد N و M أكبر أو تساوي زيرو. أي شباب مين حللنا إياه A to N B to N زائد واحد وانه ام اكبر تساوي زيرو او سوري مش ان هاي ام لو خليتها 2n زائد 1 بطلت ريجولر اللانجوج وما بقدر اعبر عنها باستخدام الريجولر اكسبريشن لازم نكون مختلفين عن بعض a to n b to m هاي ام تمام يلا مين يعطينا regular expression هون لاحظوا تفرق A زوجي followed by B فردي دكتور ممكن نحلها؟ فضل AA star لاحظوا A زوجي AA star A concatenate B concatenate BB بس A concatenate B B star. تاز. شكرا دكتور. لاحظوا A A star B هاي B فردي odd B وهاي even A. واضح؟ هلا هاي لو أخذت لمدة ال star أخذتها zero معناته لمدة أعطتني طول صفر. خذها واحد بتعطيني A A خذها اثنين بتعطيني أربعة A. خدها 3 بتعطيني 6 A هون نفس الشيء هاي بعطيني زوجي من البي بس لما أضيف عليه 1 بي صار فردي واضح يا شباب طب مين يعطينا هاي اللانجوج L تساوي W such that W belong to AB star and pool W mod 3 يساوي 1 طالب regular expression find regular expression طول W مدة 3 يساوي 1 خلي أفكروا فيها أوكي هنبلش اليوم موضوع جديد اللي هو Regular Grammar هنبلش اليوم موضوع جديد اللي هو Regular Grammar دكتور هلا دكتور بس تعطينا مثال بالعكس كم مثال بالعكس بس انه نطلع ال DFA وال NFA قصدك ايش بدك بدك regular expression نطلع منها DFA اه و NFA اه تمام اي سؤال هذا اللي بعدي ناخذ 12 هذا فقط في سؤال دكتور اعتقد عرفت حله كيف هو طالب فردي هذا مش فردي مده ثلاث الفردي مده اثنين
لك ممكن اشوف السؤال. تمام. بدك يا ريجولر وان طالب ريجولر اكسبريشن لهذا يعني بدك اياه طوله واحد او اثنين او ثلاث. لا حتى لو كان ثلاث ثلاث لا بعطينا واحد واحد او اثنين. دكتور بيكون طوله بالمضاعفات الثلاث كيف؟ بيكون طوله لو قلت لك لو قلت لك مده ثلاث يساوي صفر كان مضاعفات الثلاث بس مده ثلاث يساوي واحد. دكتور بس بيكون بس اثنين بس يعني A or B طوله لازم يكون اثنين بس. لو كان طوله لو انا عندي سترينج وطول السترينج على سبيل المثال سبعة باللونج لهاي اللانجوج ولا لا دكتور يكون مضاعفات الثلاث زائد واحد. احسنت مضاعفات ثلاث زائد واحد يعني طوله سبعة سبعة مدة ثلاثة واحد معناته مقبول. خذ على سبيل المثال طوله عشرة برضو مقبول. خذ طوله 28 مقبول يعني مضاعفات الثلاث زائد واحد. في حد بيعرف يسويه؟ عادي لما عملنا طول المضاعفات الاثنين عملنا A or B A or B وعملنا كلها ستار صح؟ فضع الثاني زوجي مضاعفات اثنين عملي مضاعفات الثلاث كمان واحدة كونكاتينيت A or B بالضبط كمان واحدة كونكاتينيت A or B وات ستار. هلا هاد صار هيك لو تركته زي هيك طول W مدة 3 يساوي 0 يعني مضاعفات 3 عشان اخليه مدة 3 يساوي 1 ايش بدي ازيد عليه في الاخر هون كمان A or B كمان A or B بس واضح 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 دكتور واضح تمام. طب خلينا نحكي عن سؤال 12 اللي طلبوا زميلكم اللي هو NFA accept higher language AB A or B star AB A or B سهلة ابعد A وابعد B والكيو الثالثة A or B عن نفسها هي الفاينل ستيت. طب خلينا نمثل أول إشي AB هاي concatenation صح؟ بروح بمثل أول إشي A بعدين بمثل B. لاحظوا هاي مثلت AB عشان أمثل A or B star بعمل loop بعمل هاي final state Q0 Q1 Q2 تمام؟ طب هناخد واحدة هيك أصعب شوي لو أخذنا A or AB star concatenate BB. هلا دكتور يلا هاي سؤال Q zero هاي اثنين Q zero سهم رايح على Q one عليه A A plus A B star A B A plus A B لا جنب ال A اللي كتبناها أيوة plus A B ما بصير أحط هنا plus. هلا أنا لما أجي أرسم N F A فهمت يعني معناها لما أجي أرسم N F A مسموح فقط على ال transition يكون one character سهم تاني ماشي سهم تاني A B A لحال تمام وبعدين كمان B بيها ايش عمل خط ولا لوب لوب اوكي بعدين كيف بدنا نعمل هلا البي بي هلا من عند الكيو 1 لكيو بي من عند كيو 1 لكيو 2
Q0, Q1 هي Q2. لا معناها ل Q2 من عند Q3 جنب ال Q1. هي Q3. بعد إيه سهم لها بي من Q1. أيوة. وكمان سهم ل Q4 بي. غلط. في عندي غلط. لا بقدر تكمل عليها تطلعها. تقول تعمل هنا بي. عندي كيو هنا بي بي. اعمل هاي بي هاي بي بي. يعني صارت عندك اتجاهين اما اي بعدين كونكاتينت مع بي بي او اي بي ستار كونكاتينت مع بي بي صح؟ صح. بس في طريقة تانية اسهل. ما انك تسويها زي هيك ممكن تخليها طريقة تانية. تحكي له كيو زيرو. لاحظ انا هون عندي مشترك هي اي وهي اي صح؟ صح. فانا ممكن اخذهم زي هيك اي بي بعدين بي بي دايركت. زبطت معي هون ليش؟ لان انا بعد الاي تمام اوكي ممكن اخذ بي او ممكن ما اخذ بي. لو اخذت بعد الاي بي صارت عندي الاي بي ستار. لو ما اخذت بعد الاي بي تمام مباشره رحت لبي بي تزبط. بس لو كان هون عندي شيء ثاني غير الاي سي مثلا ما حيزبط اسويها هيك. واضح؟ يعني خليني اعطيك اياها بطريقه ثانيه عشان اعطيك الطريقه الاضمن. اعطيك طريقه الاضمن لحالها. لو انا عندي على سبيل المثال هيك سي اور اي بي ستار اوكي اي اي افضل طريقه انك تحلها بهي الطريقه تكون اضمن شيء يعني بدون ما تفكر كثير. امشي تو باثز عندي اي وعندي بي حلو والباث الثاني سي. هلا جمعهم اثنين بلامدا معي بعدين من هون كمل اي اي. هاي الطريقه يعني المثلى انك تحلها فيها. واضح؟ طب واحد بيحكي لي ليش ما على سبيل المثال انا اجي بخط من هون بسي لهون واكمل بزبط؟ اي دكتور بزبط. انا اجي هون بخط هيك بسي بدل ما هذا الخط واكمل من هون بدل ما اعمل هدول. ما هو ما في بي. يعني انا سؤال كالتالي ما في بي. دقيقه عشان افرجيك ايش انا بقصد سؤال. انا شفت بعض الناس حالين هيك هذا حل غلط. بضبط انا هاي احلها هيك اجي اقول له A B هون عندي C هون A A. هذا الحل صح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ دكتور لانه اذا رحت C انا ما بقدر افوت B. احسنت. بعد السي ما بقدر افوت بي. بهذا الريجولر اكسبريشن بعد السي ما عندي بي. عندي بي بس بعد الاي. دكتور ممكن سؤال؟ عشان هيك هذا الحل غلط. طب ممكن سؤال؟ اضمن حل بس دقيقه لو سمحت. اضمن حل اني اروح تو باثز لما يكون عندي اور. الباث الاول اي بي ستار. الباث الثاني سي. طب كيف اجمع بينهم واكمل كونكاتينيت اي اي بلمدا؟ اعمل ستيت جديده وبصلهم بلامدا بعدين نكمل. واضح؟ تفضل اسال. خلاص تمام جميل وصلت. دكتور لانه هون بعد السي ما بقدر اشوف بي. دكتور كان قبل لو وصلنا السي مباشره على اللمدا بس ما في داعي احط يعني واحد ثاني.
بالضبط هون قصدي يعني على الشمال من سي هاي مش لازم تحطها دكتور اللي بالنص. انت عارف ان انا لا التحت تحت الكومبوننت تحت فيها ايوه هاي مش لازم تحطها نشيلها ونوصل سي ل الكومبوننت هاي على السريع. بتصير يعني برضه صح هيك صح انا هاي بعمل ان في اي بالاخر هاي الكومبوننت ما لها داعي هاي الكومبوننت ما إلها داعي. أوكي بتنشال هذه. أوكي بقدر دايركت أوصلها دايركت هون. بسي. أي ما إلها داعي. برضو هيك صح. بس إني أوصلها لهون غلط. إني أوصلها لهون غلط. زي السؤال اللي عندكم بالأسايمنت بدال السي لامدا. ما بتقدر تيجي من لامدا لهون غلط. تيجي من لامدا للي بعد واضح شباب اسمعتهم عم بلش دكتور يس تفضل بدي اسالك عن السؤال السادس في الهوم ورك تمام سندخل عليه عشان اشوفه تفضل دكتور حاولت فيه كثير بس ما عرفت صراحة وهلا حلينا زيه هلا حلينا زيه يعني ايش اللي ما عرفتش فيه ال A B star or lambda هلا حلينا exactly نفس هاي ايش الجزء اللي ما عرفتش تحل فيه هذا الجزء اللي هون يعني ولا الجزء الاول الجزء اللي هون سهل هذا الجزء اللي هيك فيه شوية صعوبة كان حلينا زيه شيل سي كان لمده معي معك دكتور معك وهاي الجزئيه الاولى هاي هون عندك هون نفسها هاي الجزئيه الثانيه لو انا عندي على سبيل المثال عشان ما بدي احل السؤال نفسه لو انا عندي على سبيل المثال A or B star كيف بمثل هاي إيهاب A بنفع اسويها لوبها حالها وخلاص B لا ما بنفع اني اعمل هيك A خلاص لانه هاي احنا بنحكي ان في A لها قواعد الان في A لازم يكون ترانزيشن عليه 1 الفابت بس تمام دكتور بتبطل ان في A اذا حطيت عليها اكثر من الفابت بس بسموها ترانزيشن جراف دكتور هاد بالريجولر صح بس ريجولر ايش قصدك بالريجولر كلها عباره عن بريجولر قصدي انه 1 الفابت يعني كنا نطلع انه في عادي كنا نحط 2 عادي 2 الفابت على طول لما نيجي نحول لما نيجي نحول هلا من ان اف اي لريجولر اكسبريشن تمام الرسم اللي بتطلع معنا اثناء التحويل مش ان اف اي بتكون بسموها ترانزيشن جراف هاي الرسمه بتكون وسطية يعني بتكون مؤقتة بس عشان أقدر أنا أحسب الريجولر إكسبريشن لما أعمل تحويل من NFA لريجولر إكسبريشن بس لما أجي أرسم NFA ما بقدر أحط الليبل على الترانزيشن أكثر من حرف واحد تمام؟ فلو أنا عندي AA بطلع A وبرجع بA هاي كأني عملت AA كأن هون عملت لحالها AA تمام؟ بدون ريجولر اول شيء كنا نعمل كنا نطلع تو عادي لا كنا نطلع هيك حبيبي هاي بتفرق A فاصل B هاي مختصر لا A B بدل ما انا اروح اطلع سهمين بقدر اختصرها بسهم واحد بس هاي مش معناته A B يعني ما بقدر انا اقول له A كونكاتينيت B هاي غلط A فاصل B بتعني A أو B يعني كأني أنا مطلع تو ترانزيشن تمام دكتور هاي صح أوكي بقدر أسويها بتعني OR هاي اللي بتعني concatenation ما بقدر أسويها لازم أسويها على مرحلتين A B دكتور أنت أدلت تسليم الواجب لليوم صح؟ آه
لليوم مساء. دكتور بقدر ألعب باللمدة زي ما بدي صح دكتور؟ كيف يعني؟ اللمدة عادي بتقدر تحط زي ما بدك عادي. آه تمام. تقدر تحط لمدة هنا عادي. تقدر تحط لمدة زي ما بدك. بس كمان يعني... شغلة دكتور. دكتور السؤال الأول ما حد عارف يعني مش فاهم أنا دكتور السؤال كثير صعب. أنت حكي لي ما تستخدم لمدة إلا مرة واحدة. بالضبط. طيب أنا قايل لك إنه أنا أعطيتك سيناريو واحد إله صح؟ حلو السيناريو فيش غير هذا السيناريو الوحيد اللي ممكن يزبط. في كمان. في فاي دكتور. هم في فاي عندك. في فاي. مش اتفقنا أي إشي بيعمل كونكاتينيشن مع فاي بضلوا فاي. 100%. لو أخذت إل تو فاي خد إل وان أي لانجوج هاي سيناريو تاني. تفكر بالسيناريو الثالث. يعني سؤال بس هيك عشان واحد يفكر مش انه كل شيء يعني يكون ستريت فورورد. تمام في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. اوكي خلينا ناخذ حضور من ال اتندنس ليست. اوكي عشان ما اخركمش. يلا يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك.